بحبك والله، اسمه فارس. بس لو سمحت، انت بتتكلم تقول المرتبات بتاعة الوظائف تتوقع بيقبض كام الضباط المتخصصين؟ يعني اتوقع انهم ما بين 5000 4500 6000، يعني على حسب طبعا السلاح، بس هي عادة بيكون بهذه الطريقة. طبعا هو كملازم بعد كده السكيل بيرتفع، طبعا الرواتب مختلفة وفيها العديد من المتغيرات، ولكن اتوقع انها بتكون في هذا الرينج، بيكون رينج 5.5 6، او في الحدود دي، في احيانا بيوصل 7 على حسب طبعا الدرجه لما بيكبر. فطبعا هي بتختلف من جزء لاخر، ولكن هو ده رينج المرتبات. والحقيقه ما اقدرش اقول للوظائف المرتبات بتاعتها لانها بتختلف من وظيفه لاخرى. فخلي بالك يا فارس انه من مكان لمكان الموضوع بيختلف، فانا لما اجي بتكلم على حاجه معينه بحاول الناس تعرف هل هي تقدر تمشي في الحاجه دي ولا لا، قبل ما تقرر في حتة الراتب، لأن الراتب ده بيعمل فرق كبير جدا إن احنا نكون عارفين احنا ماشيين ازاي.